هذا وتختتم اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، بعد التحية، ضعنا في الأجواء لديك في ختام فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022. بالفعل تختتم اليوم فعاليات معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 والذي أقيم على مدار 3 أيام بالقاهرة للمرة الخامسة، وقد أكد المشاركون في هذا المعرض والمؤتمر أن افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات معرض ومؤتمر إيجيبس 2022 أعطى زخما وقوة كبيرة لهذا المعرض والمؤتمر، وتمثل ذلك بصورة واضحة في توقيع العديد من اتفاقيات ومذكرات التعاون بين العديد من الشركات المشاركة في هذا المعرض والمؤتمر، وخاصة قطاع البترول المصري وشركات الغاز الطبيعي التي أيضا وقعت على مدار 3 أيام العشرات والكثير من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة ومجالات الخدمات البترولية مع العديد من الشركات الأجنبية والدولية والعربية. هذا المعرض والمؤتمر الذي يقام في دورته الخامسة تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط، تلبية احتياجات العديد من الطاقة، شارك فيه ممثلون دوليون من مختلف دول العالم، وناقش أيضا العديد من التحديات التي تواجه الطاقة على مستوى العالم، ومن بين هذه أيضا التحديات كانت خفض الانبعاثات البترولية. ونحن نعلم أن مصر تستضيف مؤتمر أو قمة تغير المناخ كوب 27، وبالتالي كان الحديث ومناقشة خفض الانبعاثات البترولية من صناعة البترول كان أمر ضروري للغاية، وقد تم أيضا مناقشة هذا الموضوع على مدار 3 أيام وبحث لحلول جديدة وحلول رقمية لمواجهة هذه الانبعاثات الكربونية الخطيرة التي تمثل مواجهة صعبة في مجال البيئة. وكان من بين الحلول التي قدمت على مدار 3 أيام كان من بينها ميكنة وتطوير العمليات الخاصة بالخدمات البترولية، فضلا عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة. تم أيضا مناقشة على مدار 3 أيام العديد من المسائل التي تخص الخدمات البترولية، فضلا عن الصيانة والتحول الرقمي. كذلك وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا يعني شهد اليوم العديد من اتفاقيات التعاون مع شركات عربية وعالمية، وكان من بين هذه الشركات شركات سعودية. تم أيضا توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بشأن إنشاء مجمع البتروكيماويات بمنطقة محور قناة السويس مع إحدى الشركات السعودية الكبرى العاملة في مجال البترول. وبالتالي نحن نتحدث عن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 الذي يعتبر من أهم المؤتمرات والمعارض الدولية التي تقام في مجال صناعة الطاقة على مستوى العالم، وخاصة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ونتابع معكم فعاليات هذا المؤتمر الذي يختتم فعالياته اليوم في يومه الثالث على مدار الساعة. إليكم زملائي في الاستوديو.